يا واتساب خوتي خوتي اليوم معكم ام تي عمر في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال هاد النهار ما معولش عليه, هو فلوق وبديت لكم هاد البلاصه, بديت لكم من البلاد راه كتشوفوا الشجار الاتاويش مورايا. المهم بغيت نوريكم كيف كندوزو المولد النبوي عندنا في البلاد, كيدوز واحد الاجواء زوينه عجبتني صراحه. تقريبا المره الثالثه كندوزو في البلاد, واحد الاجواء اللي زوينه كتجمعوا الناس كاملين في واحد الجامع هنا كيصلوا فيه الجمعه, داكشي كيكون يا سلام واعر بزاف. غادي نصورو لكم واخا يكون فيديو صغير, المهم داكشي يكون زوين. انا نصور لكم التواجه ونشوفو, المهم كيكونوا الناس جايين كلشي بخير ناشط. المهم الخوت هاد البلاصه فين ندخل دابا, انا فين كيتوضاو الناس, انا فين كيتوضاو, نجي نوريكم كيف كيديروا باش يتوضاو. انا هاد البلاصه فين كيسخنوا الماء, كيكون كاينه العافيه من تحتها, انا فين كيسخن الماء كتعمر الماء السخون من هنا. المهم كتما بطافتنا ولا ما عرف داكشي, وهنا كدير الماء البارد داكشي. باي ذا واي الخوت, انا كيف هاد البلاصه هادي هي المدرسه العتيقه ديال هاد المنطقه هادي ديال سيت ويجان, هادي المدرسه العتيقه. نصور لكم شوفوا كي داير داكشي, داكشي زوين صراحه, واخا المهم بسيط ولكن يا سلام. المهم رسالينا النهار ديالنا بخير, كلشي مزيان. المهم ما صورتش لكم بزاف حيتاش الناس راكم عارفين وسط الجامع وكذا, ما نقدش نصور وسط الجامع وكذا, راه جات ناقصه شويه. المهم ما عليناش, عندي لكم واحد المفاجاه هي اللي جيت باغي نوريها لكم. فين هي فين هي فين هي ها هي هي المفاجاه. المفاجاه هادي غادي ندير تشالنج انا وشي واحد, انا وشكون, غادي ندير لكم سونداج في الانستغرام. اللي بغى يعرف يدوز عندي الانستغرام تلقاو في الديسكريبسيون. المهم ما تنساوش تجيو عندي تما باش ندير لكم واحد اربعه الناس غادي ندير لهم سونداج, وديك الساعات اللي تختار بزاف هو اللي غادي ندير في الفيديو, والفيديو غادي نحشفكم فيه ديال بصح. المهم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجوا كومونتير وداكشي الزوين اللي يكون غلز لز. ومن هنا جيم نقول لكم انا مولانا.